بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بنستكمل مع حضراتكم النهاردة الجولة، وبدأنا الجولة الحقيقة في محافظة دمياط. البداية طبعا كان متابعة تطوير مبنى المحافظة ومركز السيطرة والأمن والمركز التكنولوجي، والحقيقة أيضا الممشى كورنيش النيل على مدينة دمياط وبعض مشروعات التطوير. ولكن يمكن هنا أنا حبيت أعمل المؤتمر الصحفي وإحنا موجودين هنا في ميناء دمياط. والحقيقة طبعا أنا بشرف بوجود معي صحبة من السادة الوزراء، معالي وزير الإسكان، معالي وزير التنمية المحلية، طبعا معالي وزير النقل بحكم إن إحنا موجودين في ميناء دمياط، والسيدة محافظ دمياط ورئيس مصلحة الجمارك. الحقيقة طبعا التطوير اللي بيحصل في كل المواني المصرية هو تطوير يعني الحقيقة غير مسبوق. وزي ما شفنا مواني زي السخنة وميناء اسكندرية والتطوير اللي تم فيهم، النهاردة الحقيقة كنا بنتابع مع يعني معالي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في ميناء دمياط، وتم عرض طبعا الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا الميناء ان شاء الله بالتلت محطات الكبار اللي هيبقوا موجودين. ويمكن احنا واقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها. احنا عندنا محطة تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2، وان شاء الله يمكن اول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده، وتشرف فخامة الرئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في ميناء اسكندرية، هتبقى على نفس المستوى إن شاء الله هنا في ميناء دمياط بإذن الله إبريل 2025. إنما الميناء كله إن شاء الله هيكتمل بالكامل في 2027، وده هيبقى إضافة هائلة للبنية الأساسية اللي موجودة في مصر، بالذات لأن ميناء دمياط الحقيقة موقعه وطبيعته وقربه من مناطق كتيرة جدا جوه مصر، وبالذات منطقة الدلتا وقربه من أيضا القاهرة، بيبقى بيديله الحقيقة يعني مزايا كبيرة جدا بتشجع الشركات العالمية انها تبقى موجودة. يمكن على غرار كل اللي بيحصل في المواني المصرية النهاردة، بنبقى على طول حريصين بمجرد او قبل حتى ما ننتهي من اعمال التنفيذ والتنمية اللي موجودة في المينا، بنكون تعاقدنا مع الشركات العالمية اللي تدير وتشغل معانا هذا المينا. نفس الكلام هنا تم مع واحدة من أكبر التحالفات العالمية علشان يبدأوا على طول معانا تشغيل المحطة إن شاء الله، وبدأوا بالفعل. الأهم زي ما كنت بتناقش مع معالي الوزير، إحنا بنتكلم إن المنظومة كلها تبقى منظومة متكاملة، مش فقط مينا، لكن لازم يكون معاه خط سكة حديد عشان يربط، لأن ده بيبقى روح المينا، إن يبقى فيه خط سكة حديد عشان يربط نقل البضائع من وإلى داء المينا. يبقى معانا منطقة لمنطقة مستودعات ومنطقة لوجستية ومينا جاف تبقى موجودة أيضا مع المينا. وهنا ميزة دمياط طبعا إنه غير إن هو مينا بحري، أيضا هناك قناة نيلية علشان بتدخل على طول لداخل الدولة المصرية. فالحقيقة المينا هنا الحقيقة مينا متكامل، والأهم إن بيتم تنميته إن هو يبقى مينا ذكي ويبقى بيدار على أعلى مستوى إن شاء الله، وزي ما هنشوف الفترة الجاية. أهم حاجة يمكن البضائع اللي احنا تفقدناها، وده شيء مفرح، دي كلها بضائع مصدرة، بضائع تصدير من كل المصانع المصرية. ويمكن لو حضراتكم تابعتوا هنلاقي كل حاجة، بدءا من الحاصلات الزراعية الفريش أو الطازجة لغاية الحقيقة كل الصناعات اللي ممكن نقول عليها صناعات مهمة، صناعات بتروكيماويات، صناعات أثاث، صناعات حقيقة متقدمة. والحاجة الشيء اللي يفرح أيضا إنها مصدرة لكل دول العالم، يعني حاجات كتيرة مصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، لأوروبا، لأفريقيا، للشرق الأوسط، لتركيا. فالحقيقة يعني النهاردة هو ده دورنا النهاردة، إن احنا نشجع بقدر الإمكان عملية التصدير. وده زي ما اتكلمت يمكن واحنا في بورسعيد، ده شغلنا الشاغل كدولة ان شاء الله في المرحلة القادمة بإذن الله. يعني انا بشكر الحقيقة كل القائمين على التطوير اللي بيحصل في المينا، ويمكن اهم شيء ايضا ان هو بيتم من خلال شركات مصرية كلها هي اللي شغالة في تطوير هذا المينا ان شاء الله. وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنتكلم على منظومة متكاملة من البنية الأساسية والخدمات اللي تخلي مصر بحق وحقيقي مركز إقليمي لكل التجارة البينية واللوجستيات في المرحلة القادمة إن شاء الله.
مش عايزين نطول على حضراتكم، احنا لسه قدامنا برضو جولات كثيرة جدا في هذه الزيارة، ولكن الشيء المهم جدا ان احنا كنا حابين نسلط الضوء على الجهد اللي بيتم الحقيقة، سواء بدأنا في قطاع الصناعة في بورسعيد، ولكن هنا ايضا هيبقى في زيارات لمصانع كثيرة، ولكن ايضا طبيعة اللوجستيات ودور أهمية المواني اللي احنا بننميها، لان هو من غير ان احنا يكون عندنا هذه المراكز اللوجستية مش هنقدر ان احنا نصدر او نستورد ونبقى جزء من التجارة الدولية اللي موجودة في كل حتة في العالم. شكرا لحضراتكم جميعا.